إقبال أقل على شراء الأضاحي هذا العام زاد من توجه المصريين إلى خيارات ملائمة، منها شراء بضعة كيلوات من اللحوم الصافية أو شراء الأضحيات من منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة، حيث السعر أقل نسبياً عن الأسواق الخاصة. إحنا تعاقدنا على كميات من الخراف الصحية تحت إشراف بيطري جيد، بنستلم في وجود المزارعين، يعني بنستلم في وجود طبيب بمواصفات عالمية وقياسية، والحقيقة لقت استحسان السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، يعني تعامل مع موردين لهم تاريخ سابق عمل معنا في الشركة، وأيضا سعرها مناسب في الوقت الحالي إذا مقارن بالقطاع الخاص بتخفيض قد يصل ل 15 ل 25% بيتباع الكيلو ب 62 جنيه قايم، وأعتقد أن هذا السعر مناسب للمواطن. 62 جنيه سعر كيلو اللحم للخروف الحي بمنافذ وزارة التموين، في مقابل 65 إلى 70 جنيه بالأسواق ومحلات الجزارة الخاصة، ليصل متوسط سعر الخروف إلى 5000 وأحياناً 6000 جنيه. ما دفع المواطنين إلى اللجوء لهذه المنافذ التي شهدت إقبالاً كبيراً في الأيام السابقة لعيد الأضحى المبارك؟ دورت بره في أسعار أغلى وكده، 70 و 75، هنا 62 سبت، وبنقى الخروف اللي أنا عايزه، وهنا خرفان كويس، في ناس بتشتري عجول وتوزع برضه بتعمل خير، وفي ناس برضه على قدها خروف، وفي ناس برضه أقل لحمة، وربنا ييسر للجميع إن شاء الله. الخروف مثلا بيقولوا مثلا 3400 لحد مثلا 5000 على حسب وزن الخروف يعني. بره في بيتباع ب 65 كيلو، في ب 67 على حسب، وفي نفس الوقت هنا برضو عندنا يعني الحمد لله يعني ايه، في ثقه هنا للجمهور اللي ما فيش مثلا لعب في الميزان بالنسبه للاكل، برضو زي ما حضرتك شايفه كده ما فيش مشكله يعني. اسباب عده كانت وراء ارتفاع اسعار الاضاحي هذا العام، ربما ابرزها ارتفاع اسعار العلف وتكلفه النقل بعد زيادات اسعار البنزين الاخيره. من القاهره يسرى امين، اليوم على الحرة.